جديدة. من أخبار نادي الزمالك نروح لأخبار اتحاد الكرة برئاسة أستاذ جمال علام. اتفق على مخطط الجهات المسؤولة لتوفير حضور جماهيري كامل في مباريات الدوري للموسم الكروي الجديد. اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية شايفين أهمية كبيرة جدا وأهمية حضور الجماهير بكثافة في مباريات الدوري، شايفين الأعداد قدامنا وشايفين الجماهير قدامنا وإن شاء الله يعودوا في الموسم الجديد، وشايفين ده هيساهم في إعلاء قيمة ومكانة البطولة وهيترتب على كل ده رفع القيمة التسويقية. اتحاد الكرة بيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحصول على موافقة الجهات المسؤولة وحضور الجماهير في مباريات الدوري الموسم الجديد. نتمنى نرجع نشوف جماهيرنا موجودة مالية الاستاد، ده مش بس هيزود التسويق، ده هيزود الحماس في الملعب وهيزود الصراع على الكرة داخل البساط، وهنشوف حماس مختلف وهنشوف إثارة كبيرة جدا. دايما الجماهير بتدي حافز كبير للعيبة، لو اللعيب بيلعب ومعاه 1000 مشجع غير ما بيلعب ومعاه 50 60 40 ألف. عايزين نرجع تاني نشوف جماهيرنا موجودة. وحشنا التشجيع، وحشنا الشكل الجمالي، ولكن برضو زي ما نقول وحشنا نقول لجماهيرنا الفترة اللي فاتت لما شفنا سلوك جيد من الجماهير العدد كان يزيد من مرة للتانية للتالتة. فأتمنى لما الجماهير إن شاء الله تعود بغزارة وترجع لعددها الطبيعي نرجع كلنا نهتف لفرقتنا، نشجع فرقتنا، محدش يتطرق لأي فريق تاني، كل واحد يروح يعمل الغرض اللي هو نازل من بيته علشان يشجع فريقه، وإن شاء الله نشوف الجماهير مرة تانية وترجع بقى الصخب الجماهيري لملاعبنا المصرية والمتعة الجماهيرية تعود من جديد للإيجيبشن ليج.